السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الترتيب في الألعاب العربية التي تجرى في الجزائر حاليا، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا ما زالت الجزائر ومنذ بداية منافسة الألعاب العربية في صدارة ترتيب البلدان المشاركة في الألعاب الرياضية والتي تجرى بالجزائر في الوقت الحالي، بحيث حازت على العدد الأكبر من الميداليات في جميع الرياضات التي شاركت فيها. وتملك الجزائر في رصيدها في الألعاب العربية ولحد الساعة 167 ميدالية، منها 72 ميدالية ذهبية و50 فضية و45 برونزية، بينما تتواجد تونس في المرتبة الثانية برصيد 75 ميدالية، 16 ذهبية منها و28 فضية و31 ميدالية برونزية، بينما تتواجد البحرين في المركز الثالث بواقع 31 ميدالية، منها 15 ذهبية 8 فضية و8 برونزية، في حين تتواجد المغرب في المركز الرابع ب 12 ميدالية ذهبية 25 فضية و16 برونزية، وبمجموع 53 ميدالية.